عنده شي حاجة وقيلة بالطول هو اللي حنا هو اللي حنا نطاوب الناس كلها تعرف شنو هي اخويا الو يا اخويا بون فورماسيون بلا سير على التليفون هو اللي ولعت باش شوف التليفون في يدو رجعوا بوز التليفون في يدو ماشي لا شوف فيها ماشي لا حجته عليها شوفها ملي غيدخل شاد التليفون زيدها بشويه عمر رجع له شويه عمر رجع له خليه الله يحفظك خليه الله يحفظك هو الاول بعدا لا ما يشوف خليه المدينه دابا الله يكبر بك خليه كاين بحث وكاين سير كاين مسار خصك تختار خليه الله يحفظك رجع وخليها صافي 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 عبر الكاميرا ديال عبر الكاميرا ديال بلاتي اخويا هين ناخذ واحد القيطه عبر الكاميرا ديال هاد ديال هاد مكتب بيع التبر كيفاش ان هاد الشخص اللي قام بهذه العمليه الاجراميه انه دخل لهذا المكتب من اجل التخلص من الوسائل الاجراميه اللي كان كيعملها لحظه المطارده ديالو ومحاوله الايقاف ديالو من عناصر الامن الوطني التابعين للامن بمنطقه أنفا بمدينه الدار البيضاء. شكرا على تشبعكم هذا المباشر، تفاصيل اكثر تجدونها على قناتكم شوف تيفي. كذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.